بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الرحمن بويميري عن جمعية الأمانة 227. الآن كنقوموا بواحد الحملة توعوية في إطار حملة تحسيسية حول خطورة وباء كوفيد. هذه الحملة تهم مناطق الأمان ومناطق الحي الجميل بالتنسيق مع السلطات المختصة، السلطة قائد الدائرة والناس المختصة. هذه الحملة حاولنا أننا تمر بجميع أحياء الأمان، من أمان واحد، أمان جوج، أمان ثلاثة، أمان أربعة، وكنحاولوا من خلالها أننا نقوم بحملات توعوية وتحسيسية بضرورة ارتداء الكمامة وأخذ التدابير الاحترازية من تباعد اجتماعي واستعمال المعقمات والتباعد واستعمال الكمامة. ضرورة استعمال الكمامة لأن الوضع صار مقلق وأصبحت الإصابات تتزايد كل يوم، كنسمعوا على 4000 5000 6000 إصابة، وهو شيء ينذر بالخطر. لذلك نحن خرجنا في هذه الحملات التوعوية لمدة 3 أيام منذ يوم الأربعاء والخميس والجمعة، مرورا بعدة مناطق كسوق الخرب الأمان والأحياء الأمان والوفاق. الحمد لله حاولنا نتصلوا بالساكنة وعيناهم بضرورة الاحتياطات، أخذ الاحتياطات، ولقينا واحد التجاوب كبير من الساكنة، وعرفوا بأن هذا المرض نيت راه ولا كيشكل خطر علينا كبير، ولازم أننا نمتثلوا الأوامر وزارة الصحة لأن باش ما نطيحوش في لوكا وثاني نرجعوا للحجر الصحي، لأنه ما بقيناش كنستحملوا هذاك الحجر، أو لأن أولا يضر الاقتصاد ديالنا وكيأثر علينا على النفسيه ديالنا والاطفال ديالنا. فلذلك الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير الى ما حاولوا تاخذوا الامور بجديه، لان الوضع جد جد مقلق، وهذا الشيء الى ما تجندناش كلنا ودرنا اليد في اليد باش نتصدوا لهذه الجائحه، فالله يستر، غنمشيو للمسائل التي لا تحمد عقباها.